إما إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغائه. شروط صحته: يشترط القانون صحة المحل مالي أن يكون محل القرار الإداري يندرج ضمن الأعمال التي في إجراء القانون، أن يكون القرار الإداري ممكنا عملا، أي أنه غير مستحيل التطبيق في الواقع العملي، أن يكون القرار الإداري محددا ومعينا باعتبار أن تحديد محل مطلقا بالأثر القانوني. نعم، مثلا أن يكون ممكن مصدر قرار تعيين محافظ بلمعات بإذن السلطة، هو مش هو ما يقدرش يرفع. الغاية أحد العناصر الموضوعية، الغاية رقم ثلاثة من السبب والمحل والغاية في القرار الإداري، يقصد بغاية القرار الإداري التي هي قالوا الاخ مجيب بسم الله اول هدف الغرض النهائي الذي يسعى له الاداره مجيب الاول يا مجيب الاول بسم الله على وجوبان بسم الله بسم الله من طيب راجعا انواع القرارات هذا بتكون سريعه انواع القرارات من حيث الجهه المصدر من حيث المدى ومن حيث التكوين ومن حيث الاثار ومن حيث الرقابه تقسيم القرارات الإدارة من حيث الجهة المصدرة وقابل طبعاً بسبعة آثار وليس خمسة آثار، هناك آثار أصلاً تتفرع منها بعض الآثار، هذه خمسة أساسية لنا. هذا خمسة الأساسية هذه شوف كم نوع 1 2 3 4 5 6 7 اللي هو مداها أثرها وسيلة التعبير تكوينها المخاطبين بها المصدر وثم خضوعها للرقابة وكل أثر من هذه الآثار لهم تفرعات خاصة. من ذاكر من هذا يا دكتور لكن لا ذاكر من ال من هذا ها احنا قلنا بالاخير بنختار لكم اربع مواضيع بنختار اربع مواضيع تدخل بالاختبار. كيف سيتم اختيارها؟ هذا في اخر يوم عشان بدأوا قد شيء 40 ورقة ولا 40 لا يا شيخ 40 ورقة تقسم البقعة الواحد 40 طيب خامسا تنفيذ القرارات الإدارية نفاذ القرار يأتي بالطرق التالية: النشر لنفاذ القرار نشره أو الإعلان كإجراءه لنفاذ القرار الإداري التبليغ كإجراء لنفاذ القرار الإداري أو العلم اليقيني كإجراء لنفاذ القرار الإداري الثاني هذا الخامس لهم هذا تنفيذه تمام لعدم جواز مساس تلك الأعمال بالمراكز القانونية، ويوجد استثناءات اللي هو الرجوع على القرار إذا كان هناك مدى قبلية القرار للرجعية، إذا كان القرار ممكن الرجوع فيه زي ما حصل الآن إلغاء الحكم إلغاء ممكن يعيدها إلى مدير عام لا ممكن قرار تنفيذ قرارات فردية كذلك غير مشروعة لم يتم ترتيب لم يترتب عليها أثر يجوز الرجوع فيها إذا لم يترتب عليها أثر قانوني. إذا كانت مشروعة وترتب عليها أثر قانوني لا يجوز الرجوع عليها إلا إذا كانت الرجعية لصالح الشخص المعني وأنت رجعت في بوقت يعني مدير عام النقابة قال له شنو طلعك وكيل أقول له شنو رجعك مدير عام شو قال له لا ليش يكون مدير عام إلا إذا كان لصالحه إذا كانت غير مشروعة وترتب عليها أثر لا يجوز الرجعية وتسحب القرار قرار آخر أو القرارات التنظيمية الفردية لا يجوز المسس لها والموضوع تكون محلا للأولى. الأخير تنفيذ القرارات الإدارية للتنفيذ العادي ويكون تنفيذ القرار العادي الإدارة العادية من قبل الإدارة في حالة اتجاه أو اتجاه إرادتها إلى وضع محل القرار الإداري الصالح محل التنفيذ العملي إدارة المصدر أو الموجه إليه.
ثم التنفيذ الغير عادي اسلوب التنفيذ الجبري المباشر مقيد بمصلحة عامة او ضرورة قيد التنفيذ الجبري او المباشر او في حالة الحالات التي حددها القانون او حالات الضرورة او المصلحة العامة كقيد على السلطة الإدارية او تنفيذ القرارات بناء على قرارات الإدارية. طبعا بداية نشكر هناك الجلسة الفنية للشبابية الصحية المسافر هناك تأسيس للاحقين الماخذين وإشباع للموضوع هناك إشباع بالموضوع تمام تأخروا شوية طبعا عن إرساله مو مشكلة نسمعه إن شاء الله وانتظر منكم أيضا. مش حاجة سندوقين هذا اسمها كامل خروج خارج السندوق اسمها خروج خارج السندوق. يلا بسم الله الرحمن الرحيم تفضل أخوان. بسم الله. هيا أعضاء الشعبة مع عمل السير هيا. انت حدد وزع بسم الله شباب يعتبر العمل الاداري اقدم مظهر لنشاط الدوله فهو اقدم من التشريع والقضاء واذا كان من الممكن تصور دوله بلا تشريع ولا قضاء فلا يمكن تصورها بلا اداره لأن الإدارة هي المظهر الحسي المكمل لحياة الدولة والإدارة حين تقوم بوظيفتها المتمثلة بحماية النظام العام لشعبه الثلاث وكذا إنشاء وإدارة المراكز كيف عماش؟ الإدارة حين تقوم بوظيفتها المتمثلة بحماية النظام العام لشعبه الثلاث وكذا إنشاء وإدارة المراكز العامة التي تقدم خدماتها للأفراد فهي تباشر أنواع مختلفة من الأعمال يمكن ردها إلى أعمال إدارية لا ترتب بذاتها مباشرة أي أثار قانونية فهي مجرد وقائع حدية وأعمال قانونية هي تلك التي تهدف الإدارة من وراءها إلى ترتيب آثار قانونية معينة في مراكز الأفراد والقرارات الإدارية هي إحدى الوسائل والأدوات التي تباشر بها الإدارة أعمالها القانونية باعتبارها أهم مظاهر امتيازات السلطة الإدارية وتستمدها من القانون العام وتعتبر وسيلتها المفضلة لوظائفها المتعددة والمتجددة بالوقت الحاضر لما تحققه من سرعة وفاعلية في العمل الإداري وإمكانية البت من جانبها وحدها في أمر من الأمور دون الحاجة إلى الحصول على رضا ذوي الشأن أو معاونتهم بإنشاء حقوق للأفراد والتزامات عليهم إضافة إلى قدرة الدولة على تنفيذها تنفيذا مباشرا وبقوة جبرية فكان لابد من تمييزها عن باقي الأعمال القانونية والمادية التي تباشرها الإدارة أهمية العرض تأتي أهمية العرض من أهمية القرار الإداري باعتباره أكثر المواضيع حيوية وأهمية في القانون الإداري باعتباره الأكثر شيوعاً من أعمال الإدارة ولأن أغلب منازعات القضاء الإداري يكاد يكون غالبة على فكرة القرار الإداري من جهة ومن جهة أخرى يعتبر القرار الإداري أهم عناصر العملية الإدارية بل يعتبر جوهر عمل المسؤولين في المصالح الإدارية المختلفة لأن نظرية القيادة الحديثة لا تخرج عن كونها نظرية اتخاذ القرارات المؤثرة والفعالة أضف أن البعض يعتبر القرار الإداري مصدراً من مصادر الحق لقدرته على إنشاء الحقوق سواء كانت شخصية أو عينية أهداف العرض بيان ماهية القرار الإداري وأركانه وشروطه وأنواعه المختلفة وتمييزه عن باقي أعمال الإدارة المادية والقانونية ووفقا للمستقر عليه فقها وقضاء إداريا في أغلب التشريعات الحديثة ومراعاة ذلك مع التطبيقات والأحكام الإدارية في الواقع اليمني منهج العرض دراسة تحليلية وصفية لموضوع العرض والقرار الإداري وذلك بعرض كل جوانبه قدر الإمكان بغية خلق رؤية واضحة مفصلة على القرار الإداري باعتباره أهم الوسائل القانونية للسلطة الإدارية وكذا تدارك ما يلزم تداركه من الأحكام والقواعد المستقرة عليها فقها وقضاء في أغلب البلدان مع مراعاة ما شاهدته نظرية القرار الإداري من تطور وتنوع تبعا للحاجة الماسة في الحياة الإدارية خطة البحث المبحث الأول من مبحثين المبحث الأول ماهية القرار الإداري المطلب الأول تعريف القرار الإداري الفرع الأول التعريف الفقهي والفرع الثاني التعريف القضائي المطلب الثاني أركان القرار الإداري وشروط صحته
وفي فرعين أركان وشروط صحة. المبحث الثاني تقسيمات القرار الإداري وأنواعه أو تصنيفات القرار الإداري وأنواعه المختلفة. المطلب الأول أنواع القرارات الإدارية، والمطلب الثاني اللوائح والقرارات الفردية بالتقسيم الموضوعي، وأخيرا الخاتمة والتوصيات. المبحث الأول مفهوم القرار الإداري، وسوف يتم تناوله في عدة مطالب تتضمن تعريفه فقها وقضاءا، خصائصه وأركانه وشروط صحته. المطلب الأول تعريف القرار الإداري. لا يوجد في أغلب تشريعات الدول المختلفة تعريفا للقرار الإداري، فكان تحمل هذه المهمة على عاتق الفقه والقضاء. وقبل التطرق للمعنى الاصطلاحي للقرار نشير إلى معناه اللغوي. فالقرار لغة يعني ما قر عليه الرأي من الحكم في مسألة، ويعني المستقر والثابت من الأرض، مصداقا لقوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الفرع الأول التعريف الفقهي. اختلف الفقه الإداري في إعطاء تعريف للقرار الإداري، ومع اختلافهم في الجزئيات فهم متفقون فيما يتعلق بجوهر القرار الإداري. فقد عرفه العميد هوريو بأنه تصريح وحيد الطرف على الإدارة صادر عن سلطة إدارية مختصة بصفة النفاذ بقصد إحداث أثر قانوني. نختصر دكتور ولا؟ وبالنسبة للفقه العربي عرفه سليمان الطماوي بأنه كل عمل صادر من فرد أو هيئة تابعة للإدارة أثناء أداء وظيفتها. التعريف القضائي. استقر قضاء مجلس الدولة المصري على تعريف القرار الإداري بأنه إصلاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة. وقد عرف بعضهم على هذا التعريف أنه يدخل في تعريف القرار شروط صحته التي يجب أن تخرج عن ماهية القرار بذاته وأركانه الأساسية. فالتعريف القضائي يشترط اتفاق القرار مع القوانين واللوائح، وأن يصدر في الشكل الذي يحدده القانون، وأن يكون محله إحداث مركز قانوني متى كان ممكنا وجائزا، وأن يهدف لمصلحة عامة، وجميعها شروط تتصل بصحة القرار الإداري ولا تتعلق بطبيعته وأركانه. من ناحية أخرى في التعريف يقصر أثر القرار الإداري فقط على إحداث أثر قانوني، في حين أن القرار ومحله يمكن أن يكون لتعديل المركز القانوني وحتى إلغائها وليس فقط إنشائها. التعريف المقترب للقرار الإداري بأنه عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة بقصد ترتيب أثر قانوني بالإنشاء أو التعديل أو الإلغاء بقصد تحقيق مصلحة عامة. ولا يوجد في اليمن حكم من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا يقضي بتعريف القرار الإداري، بل يبدو أن القضاء الإداري اليمني يساير التعريف المصري والفرنسي. المطلب الثاني أركان القرار الإداري وشروط صحته. من التعريف المختلف للقرار الإداري تبين أن أركان القرار الإداري هي كالآتي: القرار الإداري عمل قانوني وعمل صادر بالإرادة المنفردة وعمل يصدر من جهة إدارية وأن يكون القرار نهائيا. القرار الإداري عمل قانوني، واضح شرح تمام. خروج الأعمال التمهيدية يخرج عن ما دام هو عمل قانوني، يخرج عن الأعمال التمهيدية والتحضيرية وهي مجموعة من القرارات تمام. يخرج عنها العمل المادية، أي الوقائع والعمل المادية لا يصدق عليها وصف العمل القانوني كمركز القرار الإداري، كونها لا تؤثر في أثره في المراكز القانونية الخاصة. من أهم أعمال المادية للإدارة الأعمال الفنية التي يقوم بها رجال الإدارة المختصون بحكم وظائفهم كمهندسين وإعداد التصميمات والرسومات الفنية. الأعمال التي تقوم بها الإدارة تنفيذا للقرارات والأوامر الإدارية: القبض على الأفراد، الاستيلاء على ملك الأفراد، هدم الدائن، الصكوك. الأعمال الإدارية المشروعة التي لا تعتبر أعمال قانونية مثل الوفاء بالدين، والأعمال القانونية غير المشروعة التي تبلغ درجة عدم مشروعيتها حدا يفقدها طبيعتها القانونية متعد أعمال مادية تعد أعمال مادية. الأعمال غير القانونية التي تقع خطأ من جانب الإدارة مثل حوالي السيارات وحوالي السكك الحديدية، ما يخرج عن الأعمال القانونية الإجراءات التنفيذية البحتة للقانون، وهو كل إجراء تتخذه الإدارة تطبيقا لما أمر به القانون دون أن يترك لها أي قدر من سلطة التقدير، بحيث يكون الإجراء تنفيذا حرفيا وواجبا لحكم القانون مثل التسوية المالية. كذلك تخرج الأعمال اللاحقة لصدور القرار. هذا انه عرض، هو دحين يقرا من زمان، وهذا عرض، هذا درجه لا اجراءات التنفيذيه تشمل اجراءات التنظيم العامه. هذا بيقول هذا والمنشورات واللوائح المصلحيه هي الاعمال التي تتضمن تعريف توجيهات المؤسسة الاداريين في تفسير القوانين واللوائح وكيفيه تطبيقها وتنفيذها ما لم تحدد اثارا قانونيه في مراكز الافراد. القرار الاداري عمل صادر بإرادة منفرده
فيجب أن يصدر القرار من جانب الإدارة وحدها، وهذا ما يميز القرار الإداري عن العقد الإداري الذي يصدر باتفاق إرادتين، سواء كانت هذه الإرادتين لشخصين من أشخاص القانون العام أو كان أحد الشخصين من أشخاص القانون الخاص. ينتج عن هذه التفرقة أن العقد الإداري لا يكون محلاً للطعن فيه بدعة وإلغاء، فذلك من خصائص القرار الإداري فقط. والمجال الطبيعي للطعن بالعقد الإداري هي دعوى العقد، طلب التعويض أو التنفيذ أو فسخ العقد. والقول بضرورة أن يكون القرار الإداري صادرا من جهة الإدارة وحدها ليكتسب صفة القرار الإداري لا يعني أنه يجب أن يصدر من فرد واحد، فقد يشترك في إصداره أكثر من فرد، سلطة جماعية تتكون من عدة أشخاص. يحدد القانون أن إصدار القرار من اختصاص تلك السلطة الجماعية، الجماعية التكوين بأغلبية أعضائها مثل قرارات مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئات العامة أو مجلس إدارة الجامعة. القرار الإداري والمجالس التأديبية جماعية. طيب، القرار الإداري يصدر من جهة إدارية وهو عنصر جوهري للقرار الإداري، بأن يصدر عن جهة إدارية عامة أو سلطة إدارية. نتيجة لذلك لا تعتبر القرارات الإدارية الصادرة من شخص من أشخاص القانون الخاص، الهيئات والأفراد الخاصة كشركات وجمعية ونادي رياضي من قبل القرارات الإدارية. والجهات والسلطات الإدارية التي تصدر القرارات الإدارية هي التي تتبع أحد أشخاص القانون العام الداخلي والمستقر عليه فقها وقضاء أن أشخاص القانون العام تتمثل بالآتي: واحد، الدولة والسلطات الإدارية. اثنين، الأشخاص العامة المحلية وهي الوحدات المحلية التي نظمها القانون رقم 25 لسنة 91. ثلاثة، الأشخاص العامة المرفقية وهي أشخاص معنوية عامة يتخصص كل منها بإدارة المرفق من المرافق العامة. واشتراط صدور القرار من جهة إدارية هو ما يميزه عن الأعمال التشريعية والقضائية، حيث أن الفقه والقضاء الإداري في فرنسا ومصر في أغلبه يأخذ بالمعيار الشكلي، يعني الرجوع إلى الجهة التي أصدرت القرار والشكل الذي صدر فيه، دون بحث مضمون القرار ومحتواه في التمييز بين القرار الإداري والأعمال التشريعية. وبناء على ذلك يعتبر القرار إداريا إذا كان صادرا من إحدى جهات الإدارة دون النظر إلى موضوعه ومحتواه. وبالنسبة لما تصدره السلطة التنفيذية من أعمال تأخذ الصفة التشريعية مثل القرارات بالقوانين خلال فترة غياب مجلس النواب مع وجود ظروف لا تحتمل التأخير، فيحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون تعرض على المجلس عند انعقاده. فهذه القرارات بقوانين وإن كان لها قوة القانون فإنها وقبل موافقة مجلس النواب عليها لا تعدو أن تكون مجرد قرارات إدارية، لأنها صادرة من السلطة التنفيذية تخضع لرقابة القضاء الإداري. وقد أوضح الحكم الصادر لمحكمة القضاء الإداري في 23/12/54 بقوله: ولما كان لا نزاع في جواز المطالبة بإلغاء المراسيم بقوانين الصادرة من السلطة التنفيذية فيما بين أدوار الانعقاد أو فترة الحل باعتبارها قرارات إدارية أخذا بالمعيار الشكلي التفرقة بين القانون والقرارات الإدارية، ومن ثم كانت المحكمة مختصة بنظر الدعوى، بالتالي يكون الدفع أو كما قال الحكم. رابعا، أن يكون القرار الإداري نهائيا ويقصد بالقرار الإداري النهائي ذلك القرار الذي يصدر من إحدى الجهات الإدارية ولا يحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى، بمعنى أنه استنفذ أو استند على جميع المراحل العملية الإدارية التي يجب أن يمر بها. ولهذا يكاد يجمع الفقه على أن القرار الإداري النهائي هو القرار الذي لا يجب استئنافه ومناقشته أمام سلطة إدارية أعلى. لذلك القرارات التي تحتاج إلى تصديق أو موافقة من الجهات الأعلى لا تعتبر قرارات نهائية بالنسبة للسلطة الإدارية في مجموعها، ولا يغير من نهائية القرار إمكانية التظلم منهم خلال المواعيد المحددة قانونا. فإذا تحققت للقرار الإداري هذه الأركان الأساسية المشار إليها آنفا، يترتب على ذلك قابلية للطعن بالإلغاء أمام القضاء المختص، وكذا قابلية للتنفيذ الجبري المباشر في الحالة التي يجوز فيها. شروط صحة القرار الإداري. هيا مجيب كمان. الفرع الثاني، شروط صحة القرارات الإدارية. يشترط لصحة القرار الإداري باعتباره تصرفا قانونيا أن يكون مشروعا في جميع عناصره الخمسة، وهي الاختصاص، الشكل والإجراءات، السبب، المحل، الغاية والهدف، وهكذا. حتى يكون القرار الإداري مطابقا للقانون أو مشروعا يجب أن يكون صحيحا في عناصره الخمسة. فإذا كانت هناك مخالفة للقانون في شرط واحد من هذه الشروط أصبح القرار غير مشروع أو مخالفا للقانون، واجب الإلغاء نتيجة لذلك. وهذه الشروط كالآتي: الاختصاص. وهناك صور لعدم الاختصاص في إصدار القرارات الإدارية وهي ثلاثة: واحد، عدم الاختصاص الموضوعي. اثنين، عدم الاختصاص الزمني. ثلاثة، عدم الاختصاص المكاني. ثانيا، الشكل والإجراءات.
ويقصد بها المظهر الخارجي للقرار الإداري. والأصل أن القاعدة العامة أن إصدار القرار الإداري لا يستلزم